كل ما اكتسبنا اكثر علاقات من الشعب الثاني، كل ما بقينا حاجه واحده او كتله واحده، واصبحت اللغه، لغه الغنى ولغه الفن هي اقرب، سواء كان موسيقى او كلمات يترددها الفنان. أستاذ رايك مجدي. شنو في اللي قاعده يا استاذ مجدي؟ طبعا أول شيء بقول يعني الموسيقى شيء كبير. الموسيقى يعني كادت إن في لحظة من اللحظات أو في حضارة من الحضارات ممكن يعني هي وحدت بين حروب، يعني سوت بينهم سلام وبينهم تآلف بسبب الموسيقى وبسبب الأشياء الجميلة. أنا سمعت الأغنية أول مرة أسمعها، الأغنية جدا جميلة، كيف طبعا لكل حضارة أو لكل مثلا زي عندنا السعودية أو الصين أو تايلاند مثلا أو مثلا السودان، كل دولة لها مقام موسيقي. يعني أنت تسمع هذا الموسيقى حتعرف أنه هذا اللحن لحن سوداني، هذا اللحن لا هذا لحن صيني، أو هذا اللحن لحن سعودي. فما شاء الله أنا حبيت كيف أنه مسوي اللحن السوداني والكلام كذا جميل، وفي حب يعني مو طبيعي للمملكة العربية السعودية. كلمات صادقة حقيقة والله. ومستخدمين الإيقاع، أعتقد اللي هو الإيقاع السعودي. صحيح صحيح. كيف سوى الميكس، أو يعني أنا حقول بعميتي اللي سوى الطبخة في النهاية طلعت لذيذة جدا. حلوة والله. أنا تذوقتها للأمانة، شيء رائع يعني للغاية. ناوي تغنيها؟ انا اوعدكم انه ان شاء الله لو المره الجايه انا اجي اغني هذه الاغنيه لكم باذن الله. ولسه حتشوفوا ما تشوف، تعطوني بريك نص ساعه انا راح اخلصها واجي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا شيء مستحيل. لا للطبخه.